مساء الخير. الأحداث بتسارع مستمر، كل لحظة في شيء جديد بالأكاديمية. الطلاب تفاعل مستمر، صداقات، خلافات، نشاطات وتحديات بانتظارهم كل يوم. هيدي هي يوميات الطلاب يلي مننقلكن إياها بحلقتنا اليومية. البداية من الحديقة يلي بتجمع الطلاب دايماً وصارت المكان يلي بيحكوا فيه أسرارهم ومشاعرهم الحقيقية، مثل ما صار مع أنيس يلي عم بيخبر عن صداقته بما بال. هقول لكم الأشياء اللي تعلمتها من ما بال. تعلمت من ما بال إني بوثق بحالي، لأنه بعمره والشيء اللي مرت فيه علمتني كيف كبرت نحب المومنت، نستمتع بالمومنت اللي عم نعمل فيه، نستوعب الشيء اللي عم نعمل فيه، إنه نحن عم نقدم فن للعالم، العالم عم تشوف فينا، لازم نكون قد هذه المسؤولية. مزبوط. حسك بتكون أقوى على ستيج معه. صحيح. بستمد منها القوة عم يكون على ستيج، وحتى بتاني برايم ما كنا كتير منيح، بس حسيت إنه بأول برايم حسيت إنه نكمل بعض أنا ما بين. تاني برايم خلاص المفروض. تاني برايم حسيت حتى إنه كان فاشل، أنا بقدر إنه كان فاشل، بس كملنا بعض. بتالت برايم حتى لو كنت انا بغني سيبريت تغني لوحده، حسيت فيها لما كانت تغني وحسيت فيها لما كانت تغني، انه هل عطوا فيها الكونتنت بينكم. اكزاكتلي. بتعرفوا انا اكثر لحظه اثرت فيي بستار اكاديمي لحد هلا شو هي اكسبتنس. لا قبل لا مش الاكسبتنس. لا اول برايم. لا تاني برايم وقت اللي كنت طالع انا وموبيل مغني على المسرح. تعرف اكثر لحظه اثرت في الشيء اللي كنت اقول في سكينة، انه موبيل كانت تصلي وانا كنت اسمعها. وانا كنت اصلي وهي كانت تسمعني. تخيل انا سمعتك تو بيرسونز بديانات مختلفه بيغنوا على نفس ستيج، بتجمعوا الموسيقى، العالم كله بتشجعهم. سمعته عم بيصلي برامج صلبت ايدي على وجهي انا. تخيل انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهي ما بعرف شو كيف تعمل، بس انه that was that moment man. تخيل موسيقى كيف تجمع شخصين مختلفين من واحد. ما هذا هو ستار اكاديمي موسيقى، بس ستار اكاديمي عم يخلينا انه عم نعيش كلنا بجو واو. انه اي جس قلت يعني قلت له قبل انه برتاح لك، انه وقليل ارتاح لشباب، قليل احس انه واو. بس انا ماني مصاحبه بحياتي، ما بقول هيك كرمال صاحبه لانيس ام شيء، بس انا طبعي ما بلاقي ماي تايب، كثير قليل الاقيه، وحسيت بانيس هذا الشيء. اني ما حسيته بحدا، بس ما اقول هيك لنصاحب. لا بس عن جد انا لانه كثير صعب لاقي الشخص اللي هيك، مثلا عندي طارق بالاكاديمي قلت لك عنه، لطارق هي اللي صار يلطش. شو اسمها امك؟ جاسلين. اتس اوفشلي دان. لا اتس اوفشلي دان. لا عن جد يعني انه في كذا اشخاص مثلا جربوا يتقربوا مني انا ما حسيت وما برتاح لهم. يعني أنيس عن جد من الأشخاص اللي كتير برتاح له، وعن جد استغربت إنه بيصير أكاديمي، يعني في لقيت شخص برتاح له من الجزائر، عشان أنا بدي أوصل لها الجزائر. الله معه. شو هذول؟ فايك. I love you. خلاص. Love you too. ما بال وأنيس صداقتهم هادي كتير، بعكس دينا ومروان يلي بيعبروا عن محبتهم لبعض بطريقة مختلفة. تابعوا معنا. انت مالتني فاتني يا سرني ولي كيت على التليفون. بومي حكيت على التليفون. لمي نفسك يا حبيبي. صور انت الوحيد اللي غبي في هزارك. كان ندي متعوره هنا تقولي غبي. ما بقى تقولي لا غبي. ما بقى تقولي غبي. ما بقى تقولي غبي. ما بقى تقولي غبي. غبي. ما بقى تقولي غبي. خلص يا مروان. ما بقى تقولي غبي. ما بقى تقولي غبي. غبي. ما بقى تقولي غبي. ما بقى تقولي غبي. عادي. بدي دعوس لك اياها. ما بقى تقولي غبي.
بس يا مروان بتعوره هنا غبي هدودي ابعد عن غبي دينا دينا مصر اذا فت المشكله بتقبر 10 رجال هون عم بعمل لي حالها مغنج ونبي وانوثه ما انوثه يا الله طب وحياة امي لو نزلت انا حلفت بالغاليه هتشوف ليله سودة انا حلفت بماما ماشي بس ما فيهاش زعل ها ما فيهاش زعل يا مروان شو فيها زعل ما فيهاش زعل ما خلص ما مش مدفيرك انا لا ما فيهاش زعل وانت بتضربني اصلا على الحته اللي انا متعوره فيها وانا متعوره فيها مش قايله لك ان انا متعوره ضربتيني كف انت كمان على درسي لا ما ضربتكش انا ضربتك ضربتيني كف هلا على درسي انا عملت لك كده صح كده ولا كده خلاص خدت حقي يا جماعه بلاش اللعب الكتر ده يا جماعه العبوا بالراحه ليك ليك بي حد بينادي حد بينادي استنى يا مروان ايه جيت جيت سوري حياتي ايه ده انت نايمه هنا بدك تحكي على التليفون سوري بس بدك تحكي على التليفون خدت حقي حسام غبي ايه هي وصلها تحت كده علي هديني حنة هديني غبي فين مدام بيتي غبي غبي ان شاء الله تدوم هالصداقه يا دينا ومروان مع انه بعدنا باول الموسم الا انه الطلاب بداوا يتوقعوا مين رح يكون من بيناتهم بالحلقات النهائيه للبرنامج فهل رح تزبط توقعات محمد سعد وحنان وعلي انت طرف في النهائي في الاكاديميه هنا في الاسبوع النهائي تختاري اثنين يبقوا معاكي في النهائي يستاهلوا يستاهلوا بقى صحابك يا لا في فرق يستاهلوا يستاهلوا ولا صحابك يستاهلوا ليك مستاهل اثنين تبغى تختاريهم تختاري اصحابك قولي لا ما ماشي. كلهم عزيزين علي كلهم في قلبي ولكن والله عارف انك تحبينهم كلهم يحبونك اقسم بالله يعني بس هذا الموضوع يعني احنا خاصين دي وجهات نظر يعني انا مش بقول لك ان ده هيحصل طبعا دي وجهات نظر شايفه عباس وهايدي وانت ليه تفاجئني بالسؤال؟ السؤال انا وسهيلة وانت ما كتير قوي لازم لا عباس وهايدي اوكي وانت عباس وهايدي ودينا كمان انا افتكر احنا افتكرهم في راسي كلهم كلهم انت طرف في النهائي فاضل اثنين ايه؟ مروان وهايدي والله يا ابني انت برنس والله كلهم راح من راسي مين معانا؟ مروان رافائيل مابيل ايهاب انيس نتكلم في النهاية ايه ايه دقيقه يعني انت طبيعي لا لا كل واحد فينا افتكر لا لحظه بفتكر بس كده يعني فاهم دينا دينا كمان بتستاهل فاهم يعني كل اللي قلتهم انت قلت 7 8 اسامي في ناس كتير تستاهل انها تفضل للنهائيات احنا بنتكلم في اخر برايم اخر برايم انا ده اللي انا شايفه بصراحه سهيلة كمان سهيلة وهايدي مين سهيلة وهايدي هايدي سهيلة لا يبقى انت ما تقفش في النهاية وهات حد تاني لا على فكرة على فكرة انا ليا وجهة نظر برضو معي طبعا طبعا سهيلة تستاهل بس سهيلة لازم تتطور سهيلة صوتها تحفة سهيلة تستاهل تقعد للنهائي نهائي لا نهائي انا فاهم نهائي يعني نهائي خلاص ثلاث اشخاص نهائي لو هنتكلم في الاستاهل لا انا فهمتك لا عن جد تخيلوا انه خلاص وصلنا يعني باقي برايم اربعة انا 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 نفس انا كشخصي انا لو الدنيا مشيت معايا زي ما انا عايز ممكن احس ان انا استاهل اقف النهائي لو ما مشيتش معايا زي ما انا عايز وحسيت ده يبقى برضو انت عشان سالتني قلت لك مروان وهايدي لكن لو هنتكلم في الصح يعني ومروان وهايدي ممكن يبقى شخص ثالث لو ما مشيتش زي ما انا عايز ممكن اتكلم الاكاديمي جايين نتعلم يعني ممكن مثلا حد يكون صوته عادي بس بيتقدم برايم ورا برايم طبعا فاهم ممكن الشخص ده اللي عادي جدا يوصل للنهائي طبعا يعني النهائي ملوش مقاييس ملوش واحد نفس الكلام صوته كنا بنتكلم فيه جامد قوي صوته جامد قوي وفي الاخر فاهم يعني يبقى انا ولا انت اللي نستاهل ان احنا نبقى الفاينل خليكم ذاكرين مشاهدينا توقعات الشباب لنشوف اذا حسبوها صح اما هلا بريك صغير وبنرجع من بعده لحلقتنا
منتابع يوميات الطلاب مع الدروس الخصوصية باللغات واللهجات. الأستاذة هي حنان والتلميذ علي، أما اللغة فهي الإسبانية. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Tu es nominé? Nominé? Oui. 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 Tu es triste, tu te sens bien? Tu te sens bien? Ça va bien, oui, d'accord. انا في المدينه اللي ساكنه فيها كاينه ماليزيا المحتله احتلوها الاسبان. ايه اوكي. حنايا ساكنين في سميتو. داكشي علاش عندنا الهضره الاسبانيه طاغيه بزاف. يعني انت تتكلم اسباني؟ يعني انا بمدينتي في لهجتي الخاصه يعني ريفيه داخله فيها اسباني. بزاف ديال الهضره كنقولوها دخل فيها اللغه الاسبانيه. يعني انت بتروح اسبانيا عادي بتتكلمي؟ الله الله. طبعا بتكلم اسباني اسبانيول. تكلمي معي مش كثير. تكلمي معي قولي لي شيء. كيتال؟ نعم. Tu sabes hablar español؟ وي. Tu hablando español؟ وي. وي. وي كنهضر معك بالاسباني ما عندي مشكله. برافو. شفتي اسبانيا؟ اوكي. Yo te quiero. Ali. يعني No, ايش اسمك؟ لا, yo te quiero يعني انا كنبغيك. زي جوتيم. جوتيم. مي امور, عرفتي عرفتي. Perdóname. اسمح لي. Pardon. Perdóname. باردون زي اسم باردونا بالفرنسي باردون باردونا باردون. اونو دوس تريس كواترو سينكو سي سيتي اوتشو نوفي نفس نفس الفرنسي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 10 لا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ولا 10 1 2 3 4 5 6 7 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مشات لي مشات لي حفظ فين وصلنا احنا 15 كينسي. كل هذه 15؟ حرام عليك. حرام عليك عملنا قصيدة. يعني بين الفرنسية والإسبانية ما بعرف أدي علي رح يقدر يتعلم. كمان صف جديد هالمرة للهجة المغربية. إيهاب قرر يعلم شانتال كيف تحكي مغربي. كيف بغيتي نتواصل معك أنت رقمك مغربي ما تفهميني؟ ما شوية دول بالك. قلت لك أنت اللي خاصك تطلب اليوم. أنت اللي خاصك تطلب؟ شو يعني؟ أنت اللي خاصك تطلب اليوم. انت اللي اوكي انت اللي فيك تطلب اليوم. اوكي انت لك شي عشان الخطرات. يلا فهمتيها؟ فهمت. تطلبي شو اسم الكلمه يعني؟ انت اللي خاطر خاصك انت اللي خاصك تطلب يعني لازم اني انت لازم تطلبي اليوم. خاصك انا لازم. خاصك. قولي كنبغيك بزاف. كنبغيك بزاف. حياني تخرج من تمك زي الكوفيريت. كوفيريت يعني كوفيري كوفيتير. كوفيتير عسل انا بفهم بس مش على السريع. على السريع كثير صعب. بطيء بس انا ولات اللغه ديالي غريبه شويه تبعكم. لا ولات اللغه ديالي انا دابا تعطلت شحال حنا جالسين شي شهر تبارك الله ونص. لورو ما فهمت. قلت لك شحال وحنا قاعدين هنا يعني شحال وحنا جالسين هنا. قاعدين هي جالسين. شهر شهر زياده يعني شهر. حلو. ها؟ شو يعني حلو؟ شنو؟ شو يعني اول كلمه قلتها؟ شهر
شهر شهر شهر شهر شهر شهر يعني شهر شهر زيادة شهر زيادة شهر زيادة بلاش أحكي مثلك هيك لا هو ما داك الشيء علاش كيقول لي الجمهور هدر مغربي هدر مغرب كيفاه مش بأنك أنت وهذا وهذا هذا ما كيفهموش وكنبسط عليهم واخا هكاك ما كيفهموش فهمتي دابا اش قلت لك مزيان هيدا تحدي جديد على شانتال وبدا منه تمارين كثير حتى تحكي بسرعه ايهاب شو برايكم بخلي الطلاب يولعوا من الفرح اكيد البيتزا الطلاب فرحوا كثير لما عرفوا انه وصل لهم على الاكاديميه دليفري من توميتو ماتي ايوه لحظه لحظه انا شفتهم شفتهم انا وانت انا وانت خلاص بيتزا بيتزا كلهم لا هذا مش مكروني سهيلا شفتم انا وسهيلا كلهم نفس الشيء لا في مارجريتا لا مارجريتا وفي ألف صحة للشباب بريك تاني مشاهدينا بحلقتنا ونرجع ليوميات الطلاب منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي بعد فرحة البيتزا وصلنا لمشكلة الجلي الموضوع بالنسبة لشانتال ما عاد ينحمل والنظافة خط أحمر ليك بشرفي كان فكر قوم أجلي بس بدي كفوف أصلا مروح ضفيرة شو بجمنا عم دركن هيك يعني لا هني رح يغسلون أنا غسلت مرتين شباب ايه أكتر شوي خلص كلياتهم هلأ بنعملوا لهم ما وتشوف الكبايات تحت انت بالجنينه مع اني البارح بالليل وانا طالع شفتيني طلعتهم معي صح ولا لا عم فكر انه اعمل حمله تنظيف رح يضحك رح يضحكوا علينا العالم شوف رح خلص ضحكوا علينا ومشي الحال ما اسمه رفع يا اختي تعبيش نفسك عن جد اجري بالقرف عن جد اسمه قرف هيدا اه والله شي بيلعن نفس بدا بيموته صح كده؟ ايوه يعني طلعت شاطر؟ ايوه قولي وربنا حتى المجلع عم جليه هادي امسح؟ لا خلص تركوا اتركوا ما بقى تعمل شيء انا بعمله هاي تالي هالصفر بدي وقف هون جارديان حارس بدي وقف حارس على المجلى ابو المجلى على المجلى والله من عينا هدنا والله ما حبي يا حبيبي مش على الحاجات يا بابا يا طابرني ما فيك تجلي هون لانه عم نحط هيدا ما فيك كله شويه عسل ما في شيء وبقك كمان طبعا عن جد هيدا الشيء قرف اسمه اناسيم مالك مهضوم لان ما شفنا يا زلمة مش كاتشوكا مش كاتشوكا في ودانك شو ده في شوكا وسكينة يا معفن معفن مين يا معفن لا انا معفن يا معفن ما معفن عشان بغسل لك صحونك يا الله بكره اللي بشوفه جاي عم بحط صحن هون وفلل
هيك هيك صحصوح على خلقته. صحصوح بس بغض النظر عن الصحصوح اللي انت قلتيها ديت، عارفه لو شفتك ثاني بتتريق وبتقول ان انا ما بغسلش هضربك بالنار. هو ايدك بعيد، ايدك دي عني. لو انا رايح ما لا انا معاك اهو بس. ها اعمل ايه؟ اه اغسل، اخد من دي واغسل صح؟ خد من دي واغسل. بس بدك تشد علي ولا في عفوري بدك؟ يا ستي خلاص بقى قرفتيني والله، شكلي مش هاكل هنا تاني. شانتال مشكلتها الجلي، وسهيلة مشكلتها سوء التفاهم يلي صار مع محمد عباس. فتحت قلبها لمروان وخبرته عن قرارها بهالموضوع. بدي بس ارتاح من شغلة، بس ارتاح من هاي الشغلة. بقي لها قد هيك بس، بيني وبينها يعني خيط. اتخطاها بس، يمكن هلا اتخطاها، يمكن بكره، يمكن بعد اسبوع، ما بعرف. بس انا حاسه انه راح اتخطاها عن اقرب وقت. بس اتخطاها. بتخصهم؟ ايه. بس اتخطاها. عرفت مين؟ اه. اوكي. بس اتخطاها خلص. مش انا مع نفسي. مش مع نفسي. ما حدا مع نفسي خلص. خطيتي يعني؟ لا متخطيتها من اصلا، ما اثرت فيني مع نفسي لا. بس اتخطاها ويظهر كل شيء، وتظهر انه مش ذنبي انا. هيك رح نام وانا مرتاح. هي اليوم لدرجه انه عم نام اصحى هيك بحس حالي انه غلطانه، بس انا والله منه بايدي. انا عم نام وبصحى بشوف حالي انه كيف بدي اوصلهم انه مو انا اللي بدي هيك، بدي اهم برجع نام، برجع اصحى، برجع نام. ما قدرت نام. ليش عم تبكي هلا؟ لانه هيك مقهوره شيء ما عملته انا وعم بتحاسب عليه دايما. ما بحب اتهم بشيء، ما بحب. مع الناس رح اعيش معهم يمكن 4 شهور، يمكن 3 شهور، يمكن كفي معهم لاخر يوم، ما بعرف. كيف بدي اعيش وهم بيطلعوا فيي بنظرات هيك كانه انت ذنبك في هذا وذنبك انت؟ وين المشكله؟ في اسالك سؤال، انت جاي لهون، انت قبل ما تجي لهون انت فكرت اني جاي لهون تتعجب حدا منهم؟ مش بأعجب. لا ما بدي يطلعوا فيي باعجاب، بس على الاقل تظهر يعني تظهر انه ما لي ذنب في هيدا الشيء. بس هيك، بس بدي هيك انه كرمالكم حياة الله، كرمال مش كرمال حالي، عملت كل هيدا الشيء كرمالهم. ضريتي وعم تبكي ومتضايقة وعم تنقهري وعم تنامي وعم بنقهر وعم بتفكري من هدول الناس اللي عملت هيدا الشيء. طيب شو عم تستفيدي؟ طيب شو عم تستفيدي؟ بتقولي لي شو عم تستفيدي؟ تطلعاتهم مجموعة كم واحد؟ 5؟ أقل شوي، 4 3 4. طب نحن هون 4، نحن هون 16، نحن 15 بليكة. ليه عم جرب تستفيد من ال10 الباقيين؟ طب ليش؟ لا بس يعني خلص. اكيد على عيني وراسي. خلص 10 هدول بس، هدول 4 ما بدي اخسر هدول 4. ليك من 4 رح يصيروا 5 ومن 5 كيف؟ طب كيف؟ ايه بيحكوا اشياء. اليوم طلعت شو سمعت؟ شو سمعت؟ ها؟ عملت هيك؟ انا هيك؟ اي انتي وانتي 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 وانتي. ما قدرت احكي لانه ما فيني، مجبوره. قلت له اي انا هيك. فصار وقت هلا تفكري بحالك، صار وقت تشتغلي على حالك اكثر، وين تلاقي حالك ضعيفه هالقد ما تبين ضعفك. قومي يلا خلصنا زعل، قومي. بريك اخير بحلقتنا الليلي مشاهدينا، وبنرجع للاخبار. منتابع يوميات ستار أكاديمي، الطلاب بيعيشوا 24 على 24 مع بعض، يعني المشاكل والاختلافات واردة، لكن دايماً بيلاقوا طريقة للحل. سهيلة وأنيس شهدت صداقتهم توتر صغير، فكانت المواجهة بالحديقة. أنت لو كنت معي بالإيفال وأنت غنيت بطبقة اللي أنا ما ساعدتنيش، أوكي. أنا بحكي عليك هذا الشيء، تسمعه أنت من حدا تاني.
تروح تخبر كل الاكاديميه بعدين جيت تخبر للشخص المعني. سهيل هذه اخر مره نقولها لك، ما تزيديش جبدي لي في مشاكلك. مش مشكل بليز. هذا بالنسبه لي بليز. اسرى اي شيء، ما تجبدينيش في الموضوع. يرحم بابك ما تجبدينيش في الموضوع. انا أصلاً. انسان ما عندي مشكل مع حتى واحد في الاكاديميه. ايه على بالي بهذا. عندي مشكل معك ما عندي مشكل مع حتى حدا في الاكاديميه. انا الشيء اللي اكرهه انه تليفون انيس حكى عنك، اوكي مروان تعال انيس حكى عني، بس هو ابن بلدي وانا بحبه. العالم برا انيس عم بيحكي عن سهيله، انيس مش منيح، انيس بيدخل بالمشاكل والدراما. اوكي يسمع، اذا ما سمعوها مع مروان يسمعوها عن مرتضى، مع مرتضى سهيله عم تحكي مع مرتضى. اذا ما سمعوها عن سهيله ومرتضى يسمعوا عن سهيله وسكينه، سهيله وعلي، سهيله وشخص، سهيله ومابيل، سهيله ودينا، ما بعرف مين. بعدين بالاخير لما الصوره تتوسخ بيجي انيس هيك، هاي جايز، انت حكيت عن سهيله والعالم كله مفكر انه انت حكيت عن سهيله وانه انت قاصد انك تحكي عن سهيله في ظهره. لو الموضوع تصلح ببدايته ما كان صار هذا الشيء. طيب ليش هو اللي حاسب فيني؟ لأن من بعد ما هو غلط وما اجى حكاني بيحاسب فيني انه انت ما حكيتني بالاول، مع اني قعدت كم يوم عندنا من الايفال. انت لو كان انا ما قلت لكش احكي لي وش كاين، كنت رح تحكي لي انت؟ ما نحكي لكش خلص. ما وانت كل ما لو كان ما صارش هذا الشيء كنت رح نعرف باللي راني غلطه معك في الايفال، ما كنتش رح نعرف. كان مشي ماما عيطت لي والناس فكرت انه سهيل. انا كنت رح نقول لك طبعا مستقبلا يوصل لك شيء من اي شخص صدقه صدقيش كيما حبيتي بليز كيما حبيتي. اذا يعنيني هذا الامر راح يقول لي، اذا ما يعنينيش قول لاي شخص حبيته. بصح اذا يعنيني تروح تقول لي اشخاص ثانيين سيلتو بلي. وانت اذا يعني ما تروح تقول اشخاص ثانيين انا ما حكيتش عليك. اوكي خلص بنرجع نفس الحديث. اذا انت حكيت تخيل بدك تحكي شيء عليا الا بوجه. اوكي قولوا بوجه. اوكي خلص. سهيلة وأنيس وصلوا لتفاهم بين بعضهم، وسكينة كمان وصلت لتفاهم بينها وبين حالها، إنه حتى لو خرجت المنافسة هالأمر ما رح يزعجها. والله إنك عسل. أنا على فكرة أول مرة. أنا أول مرة أتكلم معك كذا بروحك هذه. دائما أنتي معصبة يا. نلعب بلياردو. لا عم بحكي جد. إنه يعني ما رح تشوفوا دموعي إذا طلعت أو شيء، بالعكس يعني ستار أكاديمي بالنسبة لي إكسبرينس حلوة. كأنه مثلاً إذا قدمت على البكالوريا، ودرست كل شيء جبت فيه 20 مادة واحدة جبت فيها 0، ما رح تأخذ البكالوريا. برافو. يعني أنا تعطتني فرصة، اشتغلت على حالي بس غلطت. كلنا من غلط. وغلطت الشاطر كيف ما يقولوا. بألف. دونك أنت أول مرة تطلعنا مني، ما بال أول مرة تطلعنا مني. إذا طلع حدا فيكم بالتصويت مثلاً، أنت طلعت بالتصويت، أنا بدي ما بال ترجع. لانه اول مره صارت معه مش ثاني مره ثالث مره وكذا. يعني انسان ما بده من الغلط الاول يتعلم. اذا راحت عليك خلي فرصه لحدا ثاني. فهمت؟ ما هيك انا يعني فكرت. كيف ما انتم فكرتوا فيني لما كنت انا وفادي ثاني مره فكروا فيني انه انا ما اخذت فرصه، ما هالمره كمان انا اخذت فرصه، في حدا ثاني لازم ياخذ فرصه. وحاجة تانية أنا صوتي معي، يعني مش ستار أكاديمي إجا جيت لا أخذوا صوتي، لا صوتي معي في الشغل عليه برا، في أعمل أغاني، في أعمل كل شيء. فينا نتلاقى برا ستار أكاديمي أكيد، في مهرجان، في عمل، في أي شيء. تيجوا للمغرب أجا على السعودية يعني أكيد. يعني أكيد. ما في هيك سكينة، ما فينا نتوقع إذا مثلا علي طلع من تصويت الجمهور أم أنا، يمكن أنت تطلع من تصويت الجمهور. يمكن بس أنا ما حدا بيعرف بس أنا قلت إذا يعني إذا وعم قولي هيدا الشيء للكل، ما تختاروا لي إنه إذا في اللي بده يصير. كل التوفيق لك سكينة خارج الأكاديمية، وأكيد خبرة هالأسابيع هون رح تكون ثمارة كبيرة. بعدنا بمشكلة الجلي، لكن هالمرة دينا حاولت تلاقي حل جذري للمسألة. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة
11 12 13 14 انا عملت 16 كوباية ل 16 طالب هنا عشان بعد كده ما يرقموش لما يحتاجوا كوباية يخسروا كوبايتهم على طول ويحطوها وبعدين يشربوا فيها. عملت 16 كوباية 16 معلقة 16 شوكة الاطباق اللي مش عارفة لمها خالص يعني انها كتير قوي فمش عارفة احطها في حتة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 15 ما يعرفوا مكانهم. انا نفسي الاقي مكان اخبيهم فيه. نفسي مش لاقيه مكان اخبيهم فيه للاسف. يا رب ما يعرفوا مكانهم. لو لقوهم اكيد هلمهم بقى واخبيهم عندي في الاوضه يا اما اكلم بقى حد من تحت في الاداره يشيلهم عندي لان كده هما بقوا اوفر قوي. حتى البنات كمان بقت تتدلع يعني. البنات كانت الاول بتغسل او بتغسل كوبايتهم بتغسل معلقتهم بتغسل شوكتهم. لا ما بقوش دلوقتي يغسلوا اي حاجه لنفسهم بقوا يرموا خلاص لاقين ان في حد بيتبرع وبيغسل. لا فلازم يعرفوا ان في بقى 16 كوبايه 16 معلقه 16 شوكه الاطباق تبقى مش اوفر لان احنا ما بنحتاجش الاطباق كتير يعني مش دايما بنحتاج الاطباق. فلازم يحاولوا يعني حد يساعدني يعمل اي حاجه يشيل معايا الحاجه دي كلها مش عارفه اشيلها فين للاسف. ان شاء الله تزبط خطه دينا والشباب والصبايا يتحملوا مسؤوليه الجلب الاكاديميه. البرايم خلص وبدات رده الفعل من بعده فمين فرحان ومين زعلان من بعد غنائه امام الجمهور. بحبك قوي كثير بحبك. طبعاً مين ابوك كله توب حبيبي؟ مين اللي قالك هتاخدي توب؟ بتستاهلي بجد بتستاهلي. كل حاجه فيها حلوه دي شخصيتها وصوتها وحضورها كله. اقول لك يا حبيبي ايه ما شاء الله خمسه في عيني. يا دودي يا دودي كلي يا دودي فتحت ايه بس اسمها بوس انت كمان عارفه النهارده قوي. ايوه يا نسيمي دن 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 هتتركي مكانك يا بنت والله حاسه عليك. معقول تروح دينا وتتركنا؟ دينا هتسيبنا كده يعني ما تجيش معانا ليه؟ حضرت الشنطه خلاص حبيبي. اكتر شخصيه في الاكاديمي هتوحشني جد. مش هتلاقي حد ينكش رفاهيه. مش عايزه اسافر مش عايزه. انت اتبسطتي اتبسطتي قوي. اه اتبسطتي بقى قوي يعني. هم دول اليومين فاهمه؟ اليومين الوحيد اللي انا ما اعتقدش هتطلعي توب 1 تاني. ده انا جاي لي قرار قرار لازم اتبسط قرار. ما اعتقدش ان ممكن تطلعي توب 1 تاني بشد حيلي. حاجة في الدنيا ايش هذا؟ اللي بيكر شخص فرحت حبيب قلبي عارف والله وحق القرآن حبيب قلبي كيف؟ عن جد حلو كتير كان صوتك. واو شو حلو شو مهضوم الطبلو شو اللي بقلي شو صباح انا حبيت الكاميرا الجبار الحلقة الجبار. كيف عملت انا كيف طلعت معي ما بعرف طب روحي لقاء ما تنسينا يا ما تسافري كثير غلط كل ثلاث ايام رايحه وراجعه ايه كانت توب 3 طلعت توب 4 انا 1 2 3 انت 2 2 2 1 وبعدين رحت غيرته وعملت فاهمه اللي هو ما لحقتش اسمع بس سمعت حتتين ولما رجعت تاني
جيت على الحته اللي سعد نسى فيها الكلمه ورجعت للناس يعني ده اللي حته اسمعه بصراحه ولا حتى شفت اللي انت سمعته كويس اه لا لا كويس اخرت هنا غنى كويس في التشون وكده غنى كويس اول كده تركيا ما تخبرينيش حبيبتي تستاهلي كل خير والله تستاهلي كل خير قلت لها قبل ما نطلع قلت لها انت هتاخدي توب 1 تستاهلي كل خير ركز في الايفا دينا ليش هطلع نومينيا على وين على وين دينا حاسس ان انا هطلع نومينيا دينا على تركيا انا بقول لك انا حاسس ان انا هطلع نومينيا بس لو طلعت نومينيا وحتى ورجعت هبقى متضايق انبسطين 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 انسي انك تعرفي واحده اسمها هايدي وشهيد انسيهم يا اختي ليه يا اختي تحجب لي حاجات حلوه من تركيا المشكله ان انا حاولت الف كلام انا حاولت الف كلام حتى حتى الكلام اللي اتالف ما عرفتش والله مش عارف الف تمام انا عمال اقول روحي انا مش حافظ الكلام انا مش حافظ بس ما بنليش انك انك غلطت بس دي عملت الحركه دي بس انا قلت له قلت لك ايه قلت لك ما بنليش انا بنلي ما انا الكلام حتى وقف يعني طب اقول ايه يا جدعان طب انت عارف انا خايف امير طعمه مثلا يبص لي يقول لي طب انا شاعر وفهمت ان دي مش قافيه دي ما لهاش علاقه بالقافيه تمام تعديني والله العظيم كتير قوي الريبورتاج والله العظيم كتير قوي الريبورتاج محمد عباس جايز شفت الريبورتاج شفت منظرين وتعمل الصوت وجايبين مرتضى ونسيه بعدين انسينا قلت ده شوف الجمله شوف الجمله شفت لما جابوا انيس لما جابوا انيس وزي انا بحبها ابني مش ممكن يخونك يلا ضحكتنا بقى ضحكتنا ضحكتنا نتمنى أنه دينا تقضي وقت حلو بإزمير. أنتم مشاهدينا إذا بدكم تقضوا مع ستار أكاديمي لحظات ما بتنتسى وتفوزوا برحلة كاملة التكاليف لبيروت لحضور البرايم، لازم تشاركوا بمسابقات سي بي سي على www.cbc-eg.com. ومن هلأ لأشوفكم بكرة، بتمنى لكم أحلى الأوقات. باي باي. واليوم راني عيش كوني داول جراح واشبه روب ويجازيني أنا اللي فيا يكفيني واشبه روب ويجازيني أنا اللي فيا يكفيني من فراقه من اللي تهجمي نسيني لي لا 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 لي لا 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 لي لا 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 لي لا 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 لي لي لا 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 وصلك إياها الحالي لا 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 لي لا 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 نحن كلامه لا 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 لي عاد بالي نسيت